شكري لها دكتور. العربية اللي جابتك هتوصلك مطرح ما جيت. وصل الدكتور يا سلام. لو كنت فاكر ان اللي عملته هيشفع لك عندي تبقى الرصاصة لعبت في دماغك مش في كتفك. غير يا معلم فودة، مش انا اللي اطلب شفاعة من حد ولا نخ قدامه. اللي انت فيه ده اللي احنا فيه ده ما جاش بالصدفة. العاملة اللي انت عملتها في بضاعة المعلم عرابي هي اللي جرتنا لدكتور. سبق وفهمت. بضاعة عرابي دي كانت جايه على اسمي، بس انا كنت حابس تمنها لحد ما اشوف لي صرفه معاك. لما لقاها اتصرفت افتكرني باكلها عليه، عمل عملته وجت في حضرتك. طالما جت في حضرتي يبقى مالكش فيه. انت بقى تقعد تتفرج وتسمع وتستنى خبره يجيلك. اربط عندك بقى يا سيد وكفايه كده. الله، انت فاكر نفسك ايه؟ قلبت السوق على معلمين وعامل نفسك كبير وانت لسه اخضر. انا لحد الاخر مكبر ابوك وعايد نفسي عنك كرامه ليه. لكن لو انت بقول لك يا معلم فودة، حل روحك على بقى وسيرته اللي انا بيني وبينك. ماشي ماشي يا سيد ابو خرزت، تمامك عندي اللي سبق وامرتك بيه. حق البضاعه فيها غرامتك في ظرف يومين مش اكتر، وإلا عليا الحرام هعلق لك صاحبك في اوسخ خطاف عندي في المجزر، وهبعت لك جدته نساير تفرق منها على كلاب السكك. يبقى انت كده هبت منك وجيت مع اللي ما بيرحمش. صلاح هيرجع وشخص سليم كمان، وبضاعتك تنساه ومالكش مليم عندي عشان ما تخلقش بني ادم لسه اللي له دراع سيد بوخارست. يا عمر عملت كده ليه؟ فارق معاك قوي اللي جرالي؟ لا ما تتكلمش معايا كده. طلع يا اخويا كل اللي في عندك من غير لف ولا دوران. انا امك واكتر واحده عارفك في الدنيا. عارفاني بأمارت ايه؟ بتقشيني بتيجي تلمهم لي كل شهر، ولا بالشويتين تيجي تقعديهم معايا وتبقى عايزه تمشي؟ يا حبيبي انت مالك؟ فيك ايه يا عمر؟ انا تعبت ياما. مش هقول لك انك وحشتيني، ولا هقول لك ان ابنك اللي بترجع حضنك، هقول لك ان عيل ضايع نفسه يتربى وسط ناس كويسين. خديني يا ست ربنا يسترها، انا جدع قوي راجل وعجبك. مش مهم حد تقولهم انا مين، ان شاء الله تقولهم ان عيل يتيم بتربيه. بس ما تسيبنيش انا، اغصى عليك يا عمر. يوهن ما تقولش الكلام ده. طب ورحمت امي انا بقدر استحمل. ليه يا عمر؟ ليه يا حبيبي بتقول لامك الكلام ده؟ اغصى عليك، هتبقى انت والدنيا عليا. خلاص يا حبيبي خلاص، اديني بس يومين شويه وقت قد كده يا اخويا وانا هدبر حالي وهاخدك من هنا. والله يا حبيب قلب امك، خلاص انا وانت هنعيش مع بعض. ماشي اتفقنا. برضه ما لقيتوش؟ سالت عم سلطان قال لي ان هو شافه مع المعلم فوده، جايز راح مشوار بقى هو ده اللي اخره. مشوار؟ طب انا راضيه ذمتك. اخو كده عنده دم يسيبني كده متلفحه في فرحتي ويروح يتسامر مع الاسوء اللي مسواش. الحمد لله على السلامه يا ناصر. الله يسلمك يا اخوي. ايه ده؟ هو انتوا لسه ما خلصتوش؟ سيد في مشوار وتليفونه مقفول وخلاص القلق كل دماغنا كلنا. مشوار ايه؟ قولي انت بقى، ده يرضي ربنا وانت سايباني في يوم زي ده؟ يا اختي اخرجي من نافوخي. هو انت مش لاقيه تدوري عليا؟ يا سيد كنت فين؟ ايه يا سيد كل ده؟ مش تطمنا عليك؟ حصل ايه بس؟ في حاجه يا سيد ولا ايه؟ انت كويس يا اخويا؟ مال وشك؟ انا تمام مفيش حاجه. يلا على وقتكم، يلا هعمل لك كوبايه شاي. تعالى ميسا عايزك. تعالى. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس يا ميسا ما تلاقيش، انا تمام. انا كل مضايقني ان انا بوظت لك الليله بتاعتك. بس ملعون ابو الليله، المهم ان انت بخير. وحياة ابويا هعمل لك ليله احلى من دي 30 مره. يا سيد يا سيد.
سيد ده انا بترجاك من الدنيا دي كلها ومش عايز غيرك. طب ولازمتها ايه يابا؟ ما كنا نخلص وقتي. انا هرش المعلم فودة عمل كده ليه؟ ليه يا قوي زمانك؟ عشان ما حدش يحقه في اللي عمله بعد كده. يعني المعلم فودة اخويا خايف من شويه جرابيع زي الواد ده وصاحبه ولا ايه؟ وشرف امك، لا انت ويك صاح يا معوض الكذب. امي يا حيلة امك، على حرام من ديني لنفخك يا صلاح ابن سلطان. طب هات اخرك بقى يا كلب قبل ما يجي يومي واجيب انا اخر. لا يا ادم انت بتعرف تجيب من الاخر. هو انت بس فاكر ان صاحبك هيرفرف عليك من السقف يخلصك من ايدي ولا ايه؟ خلاص بقى يا معوض، خلاص بقى يا جدع. طب علان حرام اول ما اقوم من هنا هات لك جنيه تطيبك على الارض يا كلب. لا يا ادم انت راجل يا ادم بتعرف تاكل جنيه. اقعد راجل وفكني وانا اوريك. حرام من ديني لعلقك انت وصاحبك هنا. يلا يا بقى يا ابن الكلب. بس يا ابن سلطان النسوان يا كلب. عالي قوي يا رب. بطلتي تاخدي الدواء ولا ايه؟ دواء؟ هو الدواء هيعمل ايه ولا ايه يا اخويا؟ ده انا الدنيا كل يوم بتديني كف انا احمل اللي قبله. والله ما تقلقي على سيد، الحمد لله اطمنا عليه. انت ما بتكلمش على سيد، بتكلم على كل حاجه. الدنيا متعشمه فينا بزياده واحنا في حالنا، قافلين علينا بابنا لعمرنا طمعنا في رزق مش بتاعنا، ولا تبطرنا على نعمة يا دوب مكفيين. معلش يا نصر، الصبر. الصبر طول عمري مقضية بقية حياتي صبر. مش مهم، تسلم ايدك يا اخويا، مش عايز نعمل لك حاجة. لا يا حبيبتي شكرا. شوف يا صاحبي، معلم عرابي دوت ولا هو ابن امبارح ولا محدوف علينا، ده معلم ومقصر على ابوه زيك كده وانت والمعلم جدا الله. امال ما كبرش ليه زي فودة؟ ومين قال لك انه صغير؟ شوف المعلم فودة فين، هتلاقي ده لازق جنبه على طول. بس المعلم فودة ربنا مبارك له حبتين، جنب السجارتين يحط لك الجنيه، عشان كده الغلبان بيدعي له. طب وعرابي ده سكته ايه؟ من ناحيه انا سامع ان كل رجالته بلدياته وقرايبه، ما بيدخلش حد غريب في وسطيه. وهو ده اللي حاميه، ما بيخطيش خطوه غير وهم لازقين في رجليه. بس برضك ليه الانه بتاعت اللي يقعد فيها بعيد عن اي نواه ياخد مزاجه. وانت عايز تشبط معاه؟ والله يا بيبو بفكر، اصل شايف ان هو متسيط على فودة. الطبليه بتاعته واسعه، يعني عنده كل حاجه، حشيش تلاقي، بانجو، ماكس، عنده كل حاجه. والناس دي بقى اللي تقدر بجد، مش كده ولا ايه؟ عداك يابا عداك. مشكله المعلم فودة ان هو ماشي بدماغه وراكن اخوه تحت الحوض لحد ما دماغه هتاكله. ما ده عيبه بقى، ما كل ما تاكله هتزيد مشاكله. تعالى بقى قول لي سكته ايه. اقول لك واخرتها معاكي يا ميزه. اخرتها في ايه؟ ما انا زي الفل قدامك اهو يا بنت. بقى لك نص ساعه بتلفقي في القميص. ياه ده انا كان زماني فكيته وفصلته. هات اوعي كده الدبوس، هو لا منه ولا حاجه من ريحته ولا ايه؟ يا بنت يا خايب، ده قميص احمد مش حبيب القلب. يا خيبتك يا ساميه. بصي لي هنا يا بنت، انا دونا عن الناس دي كلها الوحيده يا اختي اللي حاسه بيكي. ما تعمليش في نفسك كده، الدنيا عماله تعدي على الناس كلها تعاين فيها. ما تقفش غير في الغلبان اللي زي تقول له فرحتك فين، عشان تجري عليها وبقلب جامد تدوس عليها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تكسر نفسه. عارفة يا بنت، كدبك ده هو اللي موديكي في داهية. بقى انت غلبانة انت يا بنت؟ ده انت قادرة وعينك وسع الحل. انت عارفة يا نصرة، كل مرة كان يجيلي فيها يقولي ما تزعليش يا حبيبتي هنعديها النوبادي عشان اي حاجة، ما كنتش بسمع منه غير كلمة واحدة بس، حبيبتي. مع اني بيني وبين نفسي عايزه اقول له لا، يا النوبادي يا بلاش. ما اقدرش، بحبه يا نصر. ورحمه امي يا بنت، ده انت نور عينيه. بس هو ظروفه وحشه شويه. عارفه لو كل النسوان بتستجدع مع رجالتها زيي، والنبي ما كان ولا راجل بص بره
ولا اتجوز على مراد ولا فضل غير مره واحده عانس ونكديه غير انا. ايه ده؟ ما تقوليش على نفسك كده، ده انت ست البنات. يا بنت الهبله، على طول نسيتي موضوعك وقلبك وجعك عليا قوي. ايوه يا اختي، انت حبيبتي واختي وماليش غير. هو انت يا بنت تبني شلق ودماغك طايره مني؟ بس مفيش زي حنيه قلب. تعالي يا موقوسه. يا رب يا رب يجعل فرحتك على قد حنيه قلبك قادر كريم. الولا سيد طلع مش سهل معاه زي ما كنا حاسبين. فكرك يعني عشان ما جابش ثمن البضاعه لحد دلوقتي؟ اوه، ومسقع لصاحبه اللي اسمه صلاح اللي مرمي عند نزل الخروف ده، عامل فيها قلبه ميت. يا حلاوه روح مش اكتر. هو زمانه دلوقتي بيفرفر، يقلبها يمين وشمال زي عدي من المزنق اللي زنقته له. اسمع طيب، مش هوصيك، اوعى الواد ده يغب على المخزن ويعلم عليك. علم عليا؟ ليه معلم ولا خروف ولا ايه؟ انا ساعتها اجيب رقبته تحت ايديك والمغزى يعني تسمي وتذبح. لا بكره بالكتير وهيظهر، ساعتها هسويه على هادي بمزاج. اللي يا معلم موضوع جدلنا ده، انت مكبر الواد بخارست علينا بسببه جامد، وبعدين راجل ميت بقاله سنين يعني، ولا هو الموضوع في حوار؟ هو ده وقته انت راخر خلاص، طالبه معاك ربط نسوان قوي وناس عربي الكلب. عملته معايا ايه يا طيب؟ امانه معلم، امانه تتظبط. لحد امتى انت هتقعد تقول لي كده؟ لغايه ما تجي لي رصاصه تانيه، ساعتها مش هتخيب. مين ده يا معلم؟ ده انا علاء الحرام من ديني ورحمه امي، اشق نصين دمه يطرطش في وشي لو فكر بس بايديا. لازم ارد على اللي عمله ده بايديا، رديت للسوق ويسمع. أحسن يا معلم، وشرفك لأحسن. اسمع طيب، وديني لو زاغ منكو لاذبحكو خروف خروف واكلكو زباين المصمت لحرب، فهم؟ حرب. السوق كله لازم يعرف ان فضل اصبر نابو مفيش ازرق منه، ويا ويل اللي يهود ناحيته والله يعض فيه. ماشي ماشي يا بيبي، خلاص لو جد في الامور امور كلمني. ياد خلاص بقى ما تهريش، هكلمك بعدين. يلا انطر. سلام سلام. جربت في ايه؟ صاحباني زي الجاموسه كده ليه؟ اكيد عايزه حاجه. اه عاوزه. عايزه ايه؟ عاوزه عربيه. عايزه عربيه؟ اه بس والله والله ما هاخد منك غير المقدم بس. لو النبي، طب الاقساط مين اللي هيدفعها؟ هدفعها من جمعيه نصر. جمعيه نصر؟ اه بس طبعا لازم تكون زيرو. كمان زيرو؟ امال ايه يعني؟ جديك يعني ان اختك تروحي ميكانيكي؟ لا ما يرضنيش طبعا. طيب شفت؟ وبعدين العربيه دي مش تبقى بتاعتي لوحدي، اي حد عايز يروح مشوار هديها له. لو النبي. اه والله. طب عيني في عينك اهو، يعني لو حد من اخواتك قال لك هات العربيه تديها له؟ لا طبعا هديله حق التاكسي. طول عمرك نادله وجبانه. هي يا سيد قلت ايه والنبي. ماشي عينيا يا ستي. حبيبي يا اخويا حبيبي، ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. انا كنت فاكره يعني انك فاكره ايه؟ جرى ايه؟ وانا عمري بخلت عليكي بحاجه؟ ده انت من ساعة ما اتولدت على ايدي ومحدش عارف ياخدك مني لحد النهارده. يا بنت ده ابوك اللي انت عمرك ما وعيت عليه ولا شفتيه، ده لو موجود لحد النهارده ما كانش حبك قدي. عارفه يا اخويا، عارفه والله. بس هقول لك على حاجه وما تزعلش مني. قولي. زمان كنت انت اقرب واحد ليا في البيت ده، ورحاب واحمد ما انت عارف على طول مع بعض وسرهم لبعض، ونصر من كتر خوفها عليا كانت بتقسي قوي عليا. اما انت حضن ابويا لما استخبى فيه. زمان لما كنت باجي من المدرسه كنت بتناديلي وتقولي تعالي واحكي لي، وانا كنت بحكي لك وما بخافش منك. بس لما سافرت رجعت واحد تاني ما اعرفوش، والدنيا خدتك مني يا سيد ما اعرفش ليه. ولما انت شايفه ان الدنيا خدتني منك ما قلتليش انت ليه وندهتي علي عشان اشوفك؟ ما انا جيت لك اهو وندهت عليك وشفتني فرحت قلبي بجدعنتك يا اخويا. Thank you.
ورحمة أبويا لو كنت مكتوب لو كنت كتب منه. بس بقى يا أخويا ولقيتني طالعة من الكباريه جاري وما حسيتش بروحي غير وانا في الشارع ببدلة الرقص لولا واحدة من البنات ربنا يسترها لبستني العباية. معلش تتعود الليلة. انت فاكرني زعلانة يعني؟ زي ما يكون ربنا عمل اللي في بالي. استغفر الله العظيم يا ربي. سبب للواد صلاح خطفته ورمى الولاية في الطل وحطيني في سكتها عشان مركبش الصلاة واتبهدل. حكاية صلاح دي اللي حكاية. الواد ده باينه عليه فقري كده. ده كان بينه وبين العيال اللي انا بعتهم له ساعة زمن، لولا فودة بدر عياله شوية وخلصوا. بس هتروح فين يا فودة؟ لكلؤة. بعت له ايه وعيال ايه؟ انت كنت عارف اللي هيحصل له؟ وانا اعرف منين يا ولية؟ ما فك نفسك انت من المواضيع دي، وزي ما انت قلت دلوقتي ربك بيسببها من عنده. ولو اني مش قارية اللي في نفوخك الليلة دي، بس خدها مني. لو ناوي تعمل حكم دار بسيفين وتجيب حق الولا صلاح حل روحك بدري بدري، ما انتش قد فوده وعمايله. مين ده اللي مش قده يا وليا؟ انت الحجرسه هيقعد مخك ولا ايه؟ ومالك اتحماتي كده ليه؟ ايوه ما انتش قده، انا اللي عارفاه، ده راجل سوي وما يهداش ولا يرتاح له بال غير لما يحن ايديه بالدم. وانت شايفاني ايه؟ يا لهوي يا بلبل، والنبي ما تزعل مني، والنبي ما تزعل، خلاص بقى. يا راجل ده انت الحنية كلها، مع انك واطي وقرصتك سم، بس برضك غلبان وما يتخافش منك. اقول اللي ما يتخافش منه ما يجيش اصعب منه. عشت وشفت اليوم اللي بيعايرني بيه على اللي كان بينا. الواد مش شبهك ولا في شبه مني. بيرقصوا يا اخويا ملوش قرار. ما كفاهوش يا اخويا انه بيأذي كل اللي حواليه، لا كمان بقى بيأذي نفسه. الملجأ حالفين لا يحطه في حديد. عايزين ندفع الفلوس اللي كسر بيها الحاجة، وانا كنت بحوش لمين؟ كله في الاخر ليه؟ متخافش متخافش، مش هسيبه ابدا. ده هو الحاجة الوحيدة اللي فضل لي منه. خالص انت بس يا ايه كده، احنا لازم انت اتجننت يالا ولا ايه؟ اتجننت؟ اتجننت ايه يا ماما؟ انت فاكره نفسك ان انت هتبقي نجمه كده بالسهل؟ انت فاكرني ايه؟ انا خطرت عملت مع واحد زباله زي بيونيا.
أؤمر يا معلم. الأمر لله، بس الست أم صلاح يعني أصلها كانت حكيت لي على اللي أنت عملتيه معاها، فقلت الواجب يعني إن أشكرك على اللي عملتيه وعلى عطلتك ليلتها. تشكرني؟ تشكرني على إيه بس يا معلم؟ هي كانت جيرت إمبارح، دي عشرة عمر وأنت قادر. آه طبعًا عارف، بس برضه الواجب إن أنا أشكرك. طب يا سيدي وصلت، بس الواجب برضه بيقول إن اللي عايز يشكر حد يروح له لحد ما تراحه، ولا أنت ما تعرفش مكان يا معلم؟ لا عارف، عارف مكانك طبعا، بس ما تخزنيش يعني الشغل والقهوة، وما تخزنيش في الكلمة، انت ست عايشة لوحدك ودخول الرجالة وخروجهم عندك كتير مش حلو لسيرتك. جرى يا اخويا، هو انت موقفني عشان تسكني ولا عشان تنقرزني؟ وبعدين مالها سيرتي؟ بيتي منفذ على الشارع والرجالة رايحة جاية عليه، واولهم المحروس ابنك وصاحبه بوخارست، ونبيل شريكك في المخروبة دي. حلوه سيرتي كده يا ست، انا ما قلتش حاجه، انت حر. لا قلت، وانا فاهمه قصدك كويس، بس الست اللي مش عاجباك سيرتها دي هي اللي لحقت مراتك وشريتها وقت عوزة، ومش مراتك بس، لا المنطقه كلها والكل يشهد، عشان انا ست صح وبفهم في الاصول يا معلم يا ابو الواجب. يا ريتني لو وقفتك ولا شكرتك، مغاوه جيبلي نفس الكلام والله. يا بنات، ايه يا نصر؟ في حد خد فلوس من الدولاب؟ وهنعرف منين ان في فلوس في الدولاب اصلا؟ ما تدوري كويس. امال راحت فين بس يا رب؟ هما كانوا كام طيب؟ 8000 يا حبيبتي، عدتهم كذا مره، ناقصين 1300 جنيه. ما احنا قلنا لك 100 مره، تبقي عارفه انت بتودي فلوس فين، مش ماشيه بالبركه كده. يا اختي نقطيني بسكاتك وغوري من وشي بقى. طب صلي على النبي بس، تعالي نحسبها مع السلام. بعض دلوقتي، انت مش من مده اشتريتي طقم الحلل اللي طلع في التلفزيون ده؟ يا اختي ب 299 جنيه، كده يبقى فيه 300 جنيه، يبقى فاضل باكو يا اختي. اهدي بس، تعالي نفكر كده ونفتكر ونحسبها يا نصرة بالراحة، هنعرف. طب يا اختي بقول لك طيب، ما تشغلنيش، ما تجيب اخرك بدل ما انت رايح جاي في الكلام. على هادي، على هادي يابا، انا جايلك في مصلحتك وربنا. مصلحتي؟ ما فيهاش. طيب المصلحة بيني وبين معلمك بقت عاملة زي المقص، الفردة اللي تروح في ناحية تزق التانية عكسها، واللي يتحط في النص يتشق نصين. انت صح، بس الكلام ده لو انا جاي اوفق على الطلاق انت فاهمني غلط يا جدع. بص يا ابن النصرية، انا فكرت مع معلمي من ياما، وشفت ليلة زي اللي انت عاملها مع فودة يجي الف ليلة وليلة زيها، وفي كل مرة تمامها بيبقى رقبة صاحبها. وبعتك بقى تبخ البقين دول عشان اترعش انا، مش كده؟ يا جدع على الطلاق المعلم هيعرف اني جاي لك، وبعدين انا مش جاي طيب بينك ولا مؤاخذة، انا جاي اقول لك تبت يابا زي ما انت في مكانك، انت صح. بقول لك ايه، ما تجيب الخلاصة، عايز ايه؟ يابا انا جاي لك في النهاية، انت اللي مش عايز تسمع الطيب. بص يا بوخة، الكار بتاعنا ده اللي بيحط ايده على حاجه خلاص فينيش بتبقى بتاعته، وهو ده اللي مش عوض المعلم منك ومجننه. واقولها لك تاني يابا، زي ما انت اوعى تتحرك واوعى تديله حاجه، واذا كان على الواد صلاح صح. لا فكك من صلاح، الواد صلاح ذكر ويستحمل، والمعلم بتاعك مش هيعرف يعمل اي حاجه طول ما البضاعه تحت ايدي. صح. انت بقى طيب هتستفيد ايه غير خسارتك لمعلمك؟ عشره ونسب. عشره ونسب؟ امال انت مفكر ايه؟ المؤاخذة البت ميسا دي مش لحمي ودمي، على الطلاق مرضى بنقطة دم واحدة بس، تنزل من أهلي وناس يا جدع. ماشي، طالما حلفت بالطلاق مصدقك، بس حط في دماغك طيب إن أنت اللي رميت نفسك في سكتي، ما تخليش بقى شيطانك يوسك عشان ما ترجعش تزعل مني. طب شغل مروح قلبك من ناحية شوية يا بوخة، وعلى الطلاق بكرة الأيام تعرفك مين هو أحمد الطيب. طيب. فلوس دي منين يا آية؟ ايه ده؟ انت اتخبلتي في مخك ولا ايه؟ فلوسي طبعا. بطلي كدب بقى، انا شفتك كنتي بتاخديهم من دولاب نصر، انت ليه بتعملي كده في اختك؟ يا بنتي حرام عليكي، اختك شقيانه بالفلوس. وانت جايه تديني درس في الادب صح؟ انا اللي خدتهم يا رحيم، وهاتي اللي عندك، ولا تكونيش فاكره ان انت بتلوي دراعي عشان ما اقولش لبخاريست على حكايتك انت وصلاح ونبقى كده خالصين. لا يا روحي، لو عايزه تروحي تقولي لنصر يلا روحي. يلا روحي، مستنيه ايه؟ انت ليه فاكره كل الناس زيك؟ انا مش عايزه الوي دراعك ولا حاجه يا ايه، ومستحيل اصلا افكر في حاجه زي دي. يا ايه انا خايفه عليكي، ومش عايزاكي تعملي اي حاجه غلط. لا يا شيخه، عموما متشكره يا اختي، والفلوس دي اي كلام وانا هرجعها تاني، لكن الغلط في اللي بيحصل وما بيرجعش زي زمان.
يا اخويا يا اخويا انا قربت اشيب من كتر العجز اللي محاوطني. هدول يا اولاد. لو النبي يا اخويا انا ما اقصدش حاجه وحشه، ده انت سيد الناس وتاج راسي من فوق. انا بس قصدي ان انا جبت الناحيه يعني من كل حاجه، المطرح والحاره والخلق اللي بنصطبح بيها كل يوم، ده حتى يا اخويا الحيطان شققت من كتر غلبها. ده كان على الحيطان انا هحتفل لك من الظرف النقاش يجي يديهم لك وشين كده زهزهم لك. يا اخويا انت بتسجدني والسلام، انا عايزه نطلع من هنا خالص، نطلع من ام البيت ده على ام الحارة ونعيش زي الناس بقى. لا بقول لك ايه، انا مش هطلع من الحته دي غير وانا على ظهري عدم مواصل. يا اخويا ومين قال بس ان احنا نطلع بره الحته، انا قصدي نطلع في الوسعاية، ناخد لنا شقه كده جديده من الابراج اللي اتبنت جديد في اول السوق. اه ان كان كده سيبيني انا ادورها في دماغي يومين كده واللي في الخير يعمله ربنا. اه لا كده يبقى في الصلنسية ابو اشرف. ابو اشرف؟ اشرف مين؟ اشرف سلطان ابنه، كنت مأجله لك يعني الموضوع ده لحد ما الليله تخلص وتنتهي. انا حامل يا معلم، زرعتك بتكبر في بطني بقالها شهرين. طب احلفي ولو رحمه ابوكي ورحمه الصحيين قبل الميتين. سلام، انت كريم قوي يا رب. الحمد لله. طب وحياه جمالك وحلاوتك، لا هنيك انا ايمان ما تهنيت واحده بره مصر، وهجيب لك مطرح يغطي فرحه قلبي ويفيد. يا قمر انت يا وش السعد، انت كريم يا رب. لا قول لي يا سيد، مش ناوي تحن على البيت وتلم الليله بدل اللي باظت؟ اشتكت لك؟ بلا نيله، هي بتعرف تشتكي دي حبيبتي، كاتمه في قلبها وساكته، تلاقيها حتى ما بتعرفش تقول لروحها. انا شفت بنات كتير وقليل زي البت دي ما شفتش. عارف يا نصر، بس على ايدك من ساعه ما وعيت وانا راكب على الدنيا، وهي سايقاني مش عارف موديني فين، لا عارف انزل ولا عارف اشد اللي جايبه واروح في السكه اللي تريحني، هعمل ايه بس؟ يا حبيبي يا اخويا انت شايل اللي راح واخدك. طب اسمع مني الكلمتين دول وارميهم ورا ظهرك. الفرح ساعات يجي ساعات ما يجيش، وحتى لو جه ما بيقعدش كتير. عامل لما مؤاخذه زي التلج لما تمسكها في ايدك تفتكر انها هتفضل طول العمر، وهي بتسترس تفتح ايدك تلاقيها فاضيه يا عين اختك. ايه ده؟ بقى انا اللي شايل؟ لا ده انت اللي شايله ومعبيه كمان، في ايه؟ يوه بتفك معاك بكلمتين تقول لي شايله ومش شايله. يا سلام، بقول لك تعالي بقى سيبك مني ومن ميسا، انت مالك يا بنت فيكي ايه؟ ما تتكلمي. عايز تزنق روحك؟ محتاجه قرشين عشان اشتري الطلبات، ولما الزباين تدفع ابقى اردهم لك. لو النبي، ما انت عارفه لو على الفلوس خش اكبشي من جوه، انت فيكي حاجه تانية. مالك يا بنت تتكلمي. ماشي مش هقرص عليك دلوقتي، بس لما تحبي تتكلمي تعالي نشرب كوبايتين شاي وفضفضي وهاتي اللي جواكي. ماشي؟ ماشي. انا عارفه انك بتعملي كده عشان مصلحتها، لكن رحاب اختك ما تجيش بالطريقه دي خالص، دي غلبانه قوي يعني. عارفه والله، عارفه انها غلبانه ومش فاهمه حاجه في الدنيا كمان، وعشان كده قفشت عليها، وهي هتعرف ان انا بعمل كده عشان مصلحتها. ايوه بس هي بتقول انها بتحب. ده صايع وبيلعب بيها. اللي يسمعك بتتكلمي كده يفتكر ان انتي اللي اختها الكبيره. رحاب قافله على نفسها ومستنيه كل حاجه تيجي تحت رجليها. انا ما بفكرش كده. امال انتي بتفكري ازاي؟ بفكر في اللي انا عاوزاه، لازم اخده بايدي، مفيش حاجه هتستناني ولا هتيجي لحد عندي. وايه بقى اللي انتي عايزاه وعايزه تاخديه بايدك ده؟ نفسي اقف قدام الكاميرا، نفسي امثل، نفسي اسافر في كل حته وابقى مشهوره واكسب فلوس كتير. طب ولو انا قصرت عليكي المشوار ده؟ هيبقى جميل عمري ما هنساهولك العمر كله. بس ازاي يعني؟ عادي، تليفون صغير لحد من صحابي صاحب اكبر مكتب كاستنج في البلد، وبعدين انا شايفه ان انت تنفعي فعلا تبقي نجمه، وانا ممكن اساعدك. انت بتتكلمي بجد؟ انا عمري ما بهزر ابدا.
بطه خير؟ في حاجه؟ باباكي كويس؟ بابا كويس لكن انا لا. ايه سلامتك مالك؟ مش عارفه، صحيت من النوم لقيتني سخنه نار، قلت اجيلك تديني حقنه تبردني شويه. هتعرف ولا اروح لحد تاني؟ اعرف. جالها كام اوردر لغايه دلوقتي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ شغال هنا ولا ايه؟ سوري يعني اكيد انت مش جاست في المكان ده. عندك حق، بفهم في الناس كويس، اصل انا مكان زي ده ما يدخلش دماغي. امال بتعمل ايه هنا؟ ماشي ورايا؟ بتراقبني مثلا؟ اوبرات اصل اللي بيعجبني بيدخل دماغي ما بشيلش عيني من عليه، بفضل طول الوقت ماشي وراه. شغلتي بقى بادي جارد. بادي جارد يعني لو في اي حد في المكان ده ضايقني انت ممكن تتصرف؟ ولا زعلك مني هيخليك؟ خلي حد بس يفكر. شوف انا هحميك منه ازاي، بس اللي ما اضمنوش بقى ان انا احميك من نفسي واعمل اي حاجه تبوظ اللي بيننا. اللي بيننا؟ ايه اللي بيننا دي حبيبي؟ ما فيش اي حاجه ممكن تكون بيننا اصلا عشان تبوظ. لحد دلوقتي ممكن، بس قدام شويه محدش عارف. ممكن تعديني؟ اعديك. رحيل. يا نصر. خدي يا حبيبتي. هاتي. بسم الله ما شاء الله عليكي، اشوفك في بيت العدل يا اختي. يا رب يا اختي يا رب. يا بنت مسروعه على ايه؟ بلا نيله. طب دخلي الحاجه عقبال ما اشوف مين على البيت. حاضر. ايوه يا خبر ابيض. جرى ايه يا حصلت تيجي لحد هنا؟ انا اسفه، أنا عارفة ومقدرة الظروف، بس كان لازم. بس إيه؟ أنا كنت خلاص محضرة الفلوس وجاية أديها لك، مش قادرة تصبري يومين؟ مش ده اللي أنا جاية علشانه، أنا جاية علشان عندي خبر ليكي مش كويس. خير الولد جرى له حاجة؟ ابنك هرب يا نصر. عليا الحرام أنتوا رجالة بالاسم بس. لما فيكوا ذكر على حد. معلم وصل الدنيا ما كانتش كده. وصل إيه؟ إيه عجزتوا خلاص؟ مفيش حد فيكوا عارف يتشملل كده ويبين كرامه ويجيب لي عرابي. يا فندينا احنا ما قصرناش، على الحرام عملنا له بدل الكمين كتير، وكل مره يزوغ منها ابن العفاريت. مش عارف ازاي. مش عارف ازاي يا نوغه. ماشي يا حبيبي، خلينا احنا هنا بقى لما يغب علينا ويغربلنا كلنا. مش هيحصل، على الطلاق ما هيحصل يا معلم. تصدق ان انا ما باخدش منكم الا هتلب الكلام، لكن فعل مفيش. ادي العجل التاني ملقح اهو، صاحبه فين معرفش. صاحبك باعك يالا، قدر البضاعة عنك، يعني انت دلوقتي حلالي. ولا تعرف تعمل حاجة يا فندم.
يا اخي انا ما اعرفش انت وصاحبك ده جايبين فتحه الصدر دي منين. تعالى وانا اقول لك. خروف عندك اهو. جبته ازاي وخلص؟ بلكش فيه. حقي قلت لك اجيبه. بس انا عشان جدع سيبهولك. اذبحه بقى علقه اعمل عليه شوربه انتحور. يلا صلاح. استنى يا سيد. لا جدع. لا جدع. خلاص يا صلاح. رفعت الغرب سلطان. خلاص. وانا اللي عليك.